مختلفة. الملاحظة الانتخابية مهمة للغاية، وهي تهدف إلى ضمان، كما قلت، شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، وتطوير أيضا المسار الديمقراطي والحقوقي بأي بلد بما فيه المملكة المغربية. ولذا لا يمكن إلا التنويه أولا باعتماد الملاحظة الانتخابية والنص عليها دستوريا، وأيضا بالانفتاح على منظمات متعددة من داخل المغرب وأيضا من خارج المغرب، وهذا ما من شأنه أن يعزز من مصداقية المؤسسات المنتخبة. وهذه مسألة المصداقية مهمة للغاية، هذه من الغايات الأساسية، هو دعم وتعزيز مصداقية المؤسسات، ومصداقية المؤسسات مرتبطة بمصداقية الأشخاص، بمصداقية العمل الانتخابية، بمصداقية يعني العمل والحصيلة وغير ذلك من الأمور. لهذا نحن في حاجة للملاحظة، نحن في حاجة لتقارير الملاحظة، وهذا أمر مهم للغاية يستحق كل التنويه والتقدير. الإضافة التي يمكن أن يجنيها المغرب من الملاحظة، بطبيعة الحال هناك إضافات كثيرة، هو أن المغرب أولا دولة منفتحة. المغرب دولة تعرف أولا ما هي هذه الدولة وماذا تريد، وكما أن الإضافة التي يمكن أن يخطبها هو أننا دولة مؤسسات. المغرب دولة مؤسسات، المغرب يحترم المساطر والضوابط القانونية المتعلقة بالعمل الانتخابية، المغرب يعتمد مجموعة من المعايير لضمان شفافية ونزاهة العمل الانتخابية، المغرب أيضا يحترم التنافس النزيه بين كل الفرقاء السياسيين. هذه كلها أمور مهمة، وكلها من شأنها تعزيز كما قلت مصداقية المؤسسات المنتخبة. وهذه المسألة المصداقية هي التي يمكن أن تشكل أيضا رافعة أساسية لتعزيز المشاركة السياسية ولضمان انخراط أكبر للمواطنات والمواطنين إلى جانب المؤسسات المنتخبة، بغية تفعيل مجموعة من الأوراش الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والسياسية والثقافية وغيرها، والتي يمكن أن تساهم في تحسين الأوضاع بالنسبة للمغرب وتحسين أيضا تموقع المملكة المغربية. من بين الإضافات المهمة جدا هو خلاصات تقارير الملاحظة، حيث أن خلاصات تقارير الملاحظة تتضمن الكثير من المقترحات ذات المرتبطة بالتشريع، يعني تجويد المنظومة التشريعية، سواء تعلق الأمر بنصوص قانونية أو بنصوص تنظيمية أو بمساطر وإجراءات عملية انتخابية، وكذلك أيضا تجويد هذه العملية السياسية، باعتبار أن الانتخابات هي من أهم الدعامات الأساسية لتحقيق الديمقراطية وبناء دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات. وبالتالي فهناك إضافات نوعية حقيقية من وراء الملاحظة الانتخابية، عالمي. علما بأن الملاحظات والملاحظين ومنظمات اللي كتولى الملاحظة ما كتقومش بإصدار يعني أحكام قيمة في حق هذه الجهة أو تلك، هي كتعطي تشخيص وكتعطي مقترحات. وإذا كانت شي خروقات العملية الانتخابية، راه الجهات القضائية المختصة هي التي تولى البت فيها طبقا لمقتضيات القوانين الجارية بها العامة. بكل تأكيد، بكل تأكيد الملاحظة الانتخابية مهمة جدا، وكتم في جميع الدول، في جميع الدول بدون استثناء، بما فيها الدول العريقة في الديمقراطية، وليس فقط الدول السائرة في طريق الانتقال الديمقراطي. لذا مستوى الديمقراطية والممارسة الديمقراطية يختلف بطبيعة الحال، هذا لا يمكن أن ننكره، ولكن ما يمكن التأكيد عليه هو أن الملاحظة الانتخابية مهمة، مهمة كيفما كانت، كيفما كان مستوى الممارسة الديمقراطية. والملاحظة الانتخابية لا يمكن إلا أن تكون دعامة معززة للمسار الديمقراطي ولتعزيز الحقوق والحريات ولضمان تنافس نزيه، وأيضا لتعزيز مصداقية المؤسسات المنتخبة ورد الثقة لهذه المؤسسات والعملية السياسية.